سابرين الهمامي، عمري 29 سنة. من هنا أنا من جرزونة، كبرت وتربيت ولدت لهنا. طيب كان عندي فاس من 2011 قررت باش نبدا في الدومين هذا، في دومين الميكانيك. قريت عملت فورماسيون في اريانا 2010، 2011 بديت لهنا في الجراج. الميكانيك غرامي مدينة صغيرة بما اني صنعة متاع بابا معناها، وكبرنا كنا في الجراج هذايا. الحقيقة من الاول كي بديت هي جات صعيبة شوية للعباد، ما قبلوهاش، ما همش مالفين بمرأة في دومين متاع رجال في الميكانيك. بشوية بشوية من بعد الحمد لله تعديناها. من بعد يلقاو الكاليتي عند المرأة في الخدمة أنظف وأرتب من الراجل. أصلاً نجم نقولوا لي أنا واقفة على الخدمة على خاطر الأتوليي متاعي تعبة، ما عادش نجم نخدم. لازمني نشوف حاجة واحدة أخرى باش نصلحها، لازمني برشا فلوس نفات باش نصلح ونقدي الجراج. وليت لازيد باش نحاول نخدم في حاجات واحدة أخرى، مثلا خدمت في لافاج أغسل الكراهب، خدمت في البحر نبيع في ساندويتشات، بريك ساندويتشات، خدمت زادة في جردة مع الصغار في لي جوي دونفون. لي جون في تونس لاقين مشكلة اللي ما فما حتى حد يعاونك، حتى من ناحية الدولة أنت تحب تعمل خطوة لقدام تلقى روحك مؤخر 10 خطوات التالي، تمشي باش تقدي أوراق، باش تعمل أي حاجة، باش تحب تعاون تحل مشروع يهبط عليك ديجا باللي زامبو من نهار الأولاني. نورمالمون هذايا الرول نتاع الدولة اللي تقف شوية مع الشباب نتاعنا باش يحاول يقدم. بعد 15 سنين نرى روحي في جراجي في نفس البلاصة في حومتي نخدم إن شاء الله، هذاك فين نرى روحي.